من الحاجات السيئة اللي بتدي انطباعات مش كويسة يا جماعة عن الناس الألفاظ السوقية. اوعى وانت قاعد او حضرتك قاعدة والكلام ده للولاد والبنات، اوعى واحنا قاعدين يا جماعة نقول ألفاظ سوقية. اوعى تبقى قاعد مثلا فتقول يا عم، او تقول مثلا بحب اكبر دماغي مش عارف ايه، او تقول طنش مثلا، او تسلم على حماك تقول له يا باشا. الحاجات دي يا جماعة مرعبة، بتدي انطباع مش كويس. مش هنسى ابدا ابدا كان في مره اتنين قاعدين بيتعرفوا على بعض، فالبنت بتقول للولد، فتح موضوع كده عن الخروجات وبتاع، فالبنت بتقول للولد على فكره انا لما بخرج انا راشقه مع صحباتي على طول في المولات. انا هموت من الضحك. ايه الكلمه دي؟ دي كلمه سوقيه جدا. ازاي بنت تستخدم اللفظ ده؟